أهلا مرحبا بكم، هذه نشرة أخبار الثامنة من قناة الموريتانية، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. رئيس الجمهورية يستقبل كلا من قادة أحزاب المعارضة المحاورة وكتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا المشاركة بالحوار الوطني الشامل. نواكشوط تحتضن أشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يضم خبراء من الجانبين. مرحبا بكم. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز برقية تهنئة إلى السيد ميلوش زيمان رئيس جمهورية تشيك بمناسبة احتفال جمهورية تشيك بعيدها الوطني، وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس، يزور بلادنا حاليا برئاسة السيد روبرت دوسي وزير خارجية توغو وعضوية رئيس المجموعة مارس لادا سوزا والسفير شعيب العوالي المفوض المكلف بالتجارة والجمارك في المجموعة. جرت المقابلة بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة ناها منت حمدي والمكناس. وأدلى وزير خارجية توغو بعيد اللقاء لقناة الموريتانية بتصريح قال فيه: جئنا إلى نواكشوط أولا في إطار اتفاق الشراكة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا، وقد استقبلنا من طرف فخامة رئيس الجمهورية. كما تعلمون فإن توغو تحتضن مقر المجموعة وتتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتحت هذا العنوان جئنا رفقة رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووزيرة التجارة الموريتانية لتبادل وجهات النظر مع فخامة الرئيس. وقد وقعنا اتفاقا بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتوغو، وهو اتفاق يتعلق بحرية الحركة في مجال الطيران، وسيسمح هذا الاتفاق الذي وقعناه بموريتانيا للطيران بالسفر إلى لومي وبين لومي ونواكشوط، ونثمن هذا الاتفاق ونشيد به، كما أنه يحظى بدعم كل من فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز وفخامة الرئيس فورنيا سينغبي رئيس التوغو. وهنا نشيد بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي أفضت إلى هذا الاتفاق. بدوره أدلى رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتصريح التالي: خلال شهر مايو الأخير وقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة تحكم العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبلدان 15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. والاجتماعات التي عقدناها على مستوى الخبراء أمس وعلى المستوى الوزاري اليوم استهدفت بالأساس وضع آليات للتنفيذ والمصادقة على خارطة الطريق التي ستمكن من تسريع عودة موريتانيا للاتحاد الجمركي ابتداء من فاتح يناير 2019، وهو ما يفرض توحيد التفرقة الجمركية فيما يتعلق بالجمارك والعبور والموردين للتمكن من ضمان حرية التنقل والبضائع والممتلكات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وهذا الملف ينفصل عن حرية التنقل، لأن حرية التنقل ستكون لاحقة لأنها ترتبط بعودة موريتانيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكما تعلمون فهي بلد مؤسس، وعندما تقدمت بتقريري للقيمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مانروفيا في يونيو الماضي اجمعوا على ضرورة تسريع اتفاق الشراكة لتمكين موريتانيا من العودة إلى مقعدها، متمنين أن يكون ذلك في القريب العاجل، ونحن نفتح الأذرع والأبواب ونستقبلها. وفي هذا الإطار يدخل التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق الذي يتطلب خطة عمل وخارطة طريق، وهي التي تبنيناها وصدر بيان حول هذا المضمون. علينا أن ننظم آليات حرية تنقل الأفراد مع حرية الإقامة والسكن، وهذا يعني أن أي مواطن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يمكنه أن يقيم في موريتانيا أو في أي بلد من بلدان هذه المجموعة وأن يتقدم للعمل. وما نبحث عنه في الحقيقة هو هذا الفضاء الذي لا حدود له ويملك مصيرا مشتركا لمحاربة الفقر وفتح الأبواب أمام تشغيل الشباب. لقد تحدثنا مع فخامة رئيس الجمهورية حول هذه المواضيع، وهنا يجب أن نسدي له جزيل الشكر.
وعلينا جميعا أن نعلم أن فخامته هو الذي دعانا إلى تسريع وتيرة هذا العمل، لأن هذا الاتفاق كان منذ عام 2014 وقد رفعنا كل الحواجز عنه، ونحن الآن بصدد تنفيذ هذا الاتفاق. كما استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد بول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي كل من قادة أحزاب المعارضة المحاورة ورئيس وأعضاء كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا المشاركة في الحوار الوطني الشامل. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بول عبد العزيز بالقصر الرئاسي قادة أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني الشامل. وفي ختام المقابلة أدلى منسق هذه الأحزاب السيد أحمد والخير لقناة الموريتانية بتصريح استعرض فيه فحوى اللقاء. احنا مجموعة من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني الأخير، وجينا هون رؤساء أحزاب ممثلين أحزاب وجابرنا مع رئيس الجمهورية في إطار تشاورات اللي بيننا احنا وهو في إطار تعزيز ودعم مخرجات الحوار. وهذا شيء عادي، لأن هاو الأحزاب السياسية كلها يحمل مشروع مجتمع، وعلاقته بموريتانيا قوية، ويختار لها شيء كامل ينطرح ويناقش في إطار حوار، حوار بالنسبة لنا مهم إلى أقصى درجة، ونحتسبه عن جميع مشاكل موريتانيا ما يقدون ينحلوا، يكون إلى جابرة مدة حول طاولة وقاعدة أبناء موريتانيا وناقشت مشاكلها وحلتهم بطريقة سلمية. هذا هو اللي ينتظر منا الشعب الموريتاني، هذا هو اللي احنا كلنا باني مشروع حزبه للأساس اللي هو. والتقينا مع رئيس الجمهورية جزاه الله خيرا، وتحدثنا حول قضايا الوطنية وقضايا الدولية والسياسية اجتماعية اللي تتعلق بهذا الوطن اللي هو. واحنا مارقين من عند الرئيس مرتاحين كاملين بذل اللقاء ومضمونه، اذا علينا شاكرين على هذا اللقاء والعناية الخاصة اللي اعطانا. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بول عبد العزيز صباح اليوم رئيس وأعضاء كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا المشاركة في الحوار الوطني الشامل. وأدلى رئيس الكتلة السيد بلال والورزق لقناة الموريتانية بتصريح قال فيه: احنا جبرنا اليوم رئيس الجمهورية في حديث حول الحوار اللي نحن عضو فيه ومتمسكين به، وفعلا فما يخلق تباين وجهات النظر، وكيف نقولوا دائما ذاك التباين ومن يخلق المرجعية هي رئيس الجمهورية. وجبرناه اليوم الحمد لله على الإجبار، وشدينا الأخبار في ذاك كامل، وكان من تبارك الله ما شاء الله مقابلة إيجابية. وذيك المناسبة ذاك المسار اللي احنا مشينا فيه تقريبا 2015 متابعين فيه، ونرجو التوفيق إن شاء الله للجميع. شكرا. شكلت النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة مناسبة لعدد من الوزراء للتعليق على مشاريع القوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير. التقرير التالي يوجز أبرز ما جاء في هذه النقطة. خلال اجتماعه الأسبوعي درست الحكومة وصادقت على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات طالت مجالات العلاقة بين القطاعين العام والخاص ومدونة الصفقات العمومية، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإشهار. مشروع القانون المتعلق بالإشهار استعرضته وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوى الشيخ سيدية تانجا خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة. وبينت السيدة الوزيرة أن مشروع القانون الحالي يطلع بدفع العجلة الاقتصادية وحماية المستهلك وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة. وأضافت أن هذا القانون يتكون من 45 مادة موزعة على 9 أبواب، يضم كل منها مجموعة من الفصول، ويكرس مبادئ أساسية من أهمها حرية ممارسة النشاطات الإشهارية
على عموم التراب الوطني وفق أحكام قانون الإشهار وطبقا للتشريعات والنظم المعمول بها، هذا إضافة إلى كونه ينهي الاحتكار ويضع آليات تشاركية تمكن من الولوج إلى الخدمات الإشهارية بصورة شفافة. وحول تعليق كتلة المواطنة أنشطتها في الحوار، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن لجنة الحوار كأي لجنة يقع بينها تباين أو تنوع في الآراء. وهناك لجنة مشتركة بين هؤلاء الفرقاء السياسيين تعمل باستمرار لتطبيق ومتابعة تفاصيل ونتائج الحوار. طبعا هذه اللجنة أحيانا تقع بينها نوع من التباين أو التنوع في الآراء ودائما تتغلب عليه، ولذلك الأمور ماشية. وحول ما يثار من منح بالتراضي لمشروع بناء قصر المؤتمرات الجديد لأحد الفاعلين الاقتصاديين، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون الصفقات يسمح بإبرام صفقات عن طريق التراضي في مجالات معينة ووفق شروط. صفقات التراضي، وزير المالية كان معكم الأسبوع الماضي وأعتقد أن جوابه كان واضح وشافي في هذه المسألة. عندي أنك ما نعرف كانك أنت حاضر، قال أعلن فهم قانون الصفقات، وأعلن داخل هذا القانون يسمح بإبرام صفقات عن طريق التراضي في حالات معينة وفق شروط ومعايير وفي حالات معينة. وبناء على هذا قضية معطاها لشخص بعينه هذه سلطة تقديرية عند اللجنة المكلفة بهذا، وهي أدرى بذلك. يعني هو القضية ما هو قضية أنه الشخص بعينه نعطاه صفقة، القضية هل هذا الشخص تتوفر فيه المعايير والله ما تتوفر فيه، هل هو معروف عنه أنه يفي بالتزاماته أو لا يفي بها، هل هو معروف أنه سيفي بالتزاماته. هو عليكم أن تعترضون على الشخص بعينه إذا رأيت أنه أخل بالتزاماته. احتضن قصر المؤتمرات صباح اليوم أشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يضم خبراء من الجانبين، ويرمي هذا اللقاء إلى وضع خارطة طريق من أجل إقامة تعاون فني بين خبراء البلدين، إضافة إلى تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية. يرمي هذا اللقاء إلى التوصل إلى خارطة طريق بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل إقامة تعاون فني بين الخبراء، إضافة إلى تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي مع القوانين المطبقة في دول مجموعة غرب إفريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلائم مع القوانين المطبقة من طرف هذه البلدان. وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور إسلكو أحمد زيدبي لدى افتتاحه أشغال المجلس، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة النهم تحمد المكناس، بالتعاون المتميز القائم بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بقيادة نيرة من قادة الدول لصالح سكان المنطقة واقتصادتها. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون العناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للشراكة مع دول غرب إفريقيا وتجسيد تعاون مثالي بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذه الأهمية تجسدت في مسار انطلق قبل فترة من طرف الفاعلين ويتوج اليوم باعتماد الاتفاق بين الجانبين. وبدورها عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي التوغولي السيد روبرت دوسي الرئيس الدولي للمجموعة عن ارتياحه للظروف الحسنة التي جرت فيها أعمال المجلس، ودعا موريتانيا إلى تسريع العمل من أجل استعادتها لمكانتها اللائقة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باعتبارها عضوا مؤسسا. وأضاف أن اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم بين موريتانيا والمجموعة ستسمح لرجال الأعمال الموريتانيين بتصدير منتجاتهم ابتداء من شهر يناير 2019. وقد توجت أشغال المجلس بتوقيع تقرير يتضمن جملة من النقاط توصل إليه الخبراء من الجانبين. وقد أصدر السادة الوزراء في ختام الأشغال ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، قرأه رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيد مارسيل دسوزا من خلال ما بذله من جهود كبيرة من أجل دفع عجلة تنمية القارة الإفريقية في جو آمن ومستقر.
وعلى هامش اجتماع شراكة بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وقع وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله ولوداعة والسيد روبرت ديسوزا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الافريقي بجمهورية توغو على اتفاقية شراكة في النقل الجوي بين البلدين. جرى حفل التوقيع بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سركو الأحمد زيدبيه ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة نها منت حمدي والمكناس والسيد مارسيل سوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة ليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول أشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. أطلقت وزارة الزراعة صباح اليوم بنواكشوط عملية نقل 35 جراراً متوسطاً مجهزاً بآلياته المرفقة إلى مناطق الزراعة المطرية والفيضية وما وراء السدود لتطوير الإنتاج الزراعي وتعويد المزارعين على الميكنة في الزراعة. ويستفيد من هذه الجرارات التي تم شراؤها من ميزانية الدولة عدد من المزارعين في بعض الولايات الزراعية. سعياً إلى إدخال الميكنة في الزراعة وتعويد المزارعين على ممارسة هذا الصنف، أطلقت وزارة الزراعة عملية نقل 35 جراراً متوسطاً بكامل ملحقاته من معدات خدمة الأرض والبذور والمسمدات إلى ولايات الحوضين والعصابة والبراكنة والتقانت وغرغر والترازة لتطوير الزراعة المطرية والفيضية وما خلف السدود وزراعة الأعلاف في الحوض الشرقي، وهي خطوة تدخل ضمن الإجراءات التي ينتهجها قطاع الزراعة للرفع من مستوى الإنتاج الزراعي. هذه الإجراءات تمثلت في الاستصلاح وتسييج مساحات كبيرة وإنشاء العديد من السدود والحواجز الرملية بالإضافة إلى تدفير المدخلات الزراعية. ولما كان غياب الماكينة الزراعية في المناطق المطرية يشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير هذا النمط من الزراعة، ونظراً للدور البالغ الذي تلعبه الماكينة الزراعية في تحسين ظروف الإنتاج من حيث توفير الجهد وزيادة المساحات المستغلة وتحسين خدمات التربة وتنفيذ العمليات الزراعية المختلفة من بذر وتسميد وغيرها، يقوم قطاع الزراعة اليوم باستلام 35 جرارا مجهزا بمختلف المعدات المرفقة. وتحضرون معنا اليوم لإشراف على هذا الاستلام هذه المعدات ونقلها إلى مناطق الإنتاج في مختلف الولايات الزراعية. وإنني بهذه المناسبة أدعو كافة المعنيين أن يسهروا على صيانتها حتى تظل دائما في وضعية تستطيع من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة. نقل هذه الجرارات المصحوبة بمحارثة وبذارات لمناطق الإنتاج تنضاف إلى عملية نقل سابقة لآليات الحرث الخفيفة إلى نفس المناطق في عام 2016. الوقفة الاقتصادية مع فاطمة تومت محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. هبطت أسعار خامات الحديد إلى 60 دولارا للطن وسط قلق عالمي من تأثيرات خطة وزارة حماية البيئة الصينية الهادفة إلى تخفيض مؤشرات تلوث الهواء خلال فصل الشتاء، والتي تستهدف غلغ بعض مصانع الصلب وتخفيض إنتاج أخرى في بعض الأقاليم الصينية. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الخطة إلى خفض إنتاج الصين من الصلب بحوالي 30 مليون طن، وهذا يعني تخفيض استهلاكها من خامات الحديد بحوالي 48 مليون طن، وهو ما سيؤثر سلبا على الأسواق العالمية.
أعلنت وزارة الاقتصاد الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم واصل نموه بوتيرة قوية في الفصل الأخير من العام الجاري رغم الأعاصير العديدة التي اجتاحت الولايات المتحدة مؤخرا. وأظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بنسبة 30% ليبلغ هدف النمو الذي حدده الرئيس دونالد ترامب. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على حسن المتابعة، عودة إلى أحمد بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نظمت جمعية الأم والطفل ومحاربة سوء التغذية غير الحكومية مساء أمس بمقاطعة دار النعيم أمسية تحسيسية حول تعزيز اللحمة الوطنية وإشاعة التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع. رئيسة الجمعية السيدة أمينة منتسيدي قالت إن منظمتها تحمل مشروعا هاما يرمي إلى توطيد اللحمة الاجتماعية وتثقيف الأجيال حول أهمية التعاضد والتلاحم ونبذ الفوارق والتشرذم. تخللت هذه الأمسية فقرات متنوعة تضمنت سكتشات تحث على تعزيز الوحدة الوطنية. نظم المركز الثقافي المصري في نواكشوط مساء أمس في المكتب الوطني للمتاحف معرضا فنيا للفن التشكيلي تحت عنوان شباب العالم في قلب مصر. وأكد السفير المصري المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد ماجد نافع مصلح في كلمة له بالمناسبة أن الهدف من هذا المعرض هو التعريف بإنتاج الطلبة الدارسين في مدرسة الفن التشكيلي التابعة للمركز الثقافي المصري، وذلك بعد عام من الدراسة. وبين السفير أن مصر تشترك مع موريتانيا في الاهتمام بالشباب في البلدين الشقيقين وتسليط الضوء على إبداعاته، مبينا أن مصر ترحب بالوفد الموريتاني الذي سيشارك في الفترة ما بين 5 و10 نوفمبر المقبل في الملتقى الشبابي العالمي بمصر. بدوره ثمن مدير المركز الثقافي المصري دكتور نشأة الضيف هذا المعرض وشكر القائمين عليه. حضر حفل افتتاح المعرض عدد من المهتمين بالفن التشكيلي. الآن إلى الوقفة الرياضية ووردة منتبة. مرحبا وردة. مرحبا بك. إذا المشاهدين الكرام، جديد أخبار الرياضة بعد قليل. أهلا بكم. ستكون الملاعب الوطنية ابتداء من مساء غدا السبت على موعد مع مباريات الجولة الخامسة من الدور المحلي، حيث ستتجه أنظار الجمهور الرياضي إلى بعض المدن الداخلية التي ستكون ملاعبها مسرحا لبعض المباريات الهامة والحاسمة. الملعب البلدي بمدينة كيهيدي سوف يستضيف مساء السبت المواجهة الأكثر أهمية في هذه الجولة بين فريق نواليبو ونادي كيهيدي العائد بقوة من الدرجة الثانية. في مدينة زوارات سيكون الملعب البلدي الذي على موعد مع قمة مشابهة لقمة كيهيدي، حيث سيستضيف نادي الكيدي المتصدر فريق تشيج الجريح الأسبوع الماضي بعد خسارة أمام شباب الرياضة. أما في مدينة نواليبو فسوف يستقبل فيها نادي سنيم كانسادو فريق كينغ نواكشوط تفرغزين الذي ما يزال عاجزا على الوقوف على قدميه في البطولة. سوف يواجه فريق شباب الرياضة المتحمس بعد فوزه الأخير على تشيج. في باقي المباريات يواجه فريق الحرس نادي نؤام ويلعب الشرطة مع العميد لكسر ويحل التيسير ضيفا على دز. تستمر بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة التكوينية الخاصة بالمدربين المشرفين على الفئات العمرية المختلفة، وذلك اليوم الثاني على التوالي. وينظم الاتحاد الوطني لكرة القدم الدورة التكوينية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويشرف على هذه الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام الخبير الدولي جمال الأحرش رفقة المدير الفني في الاتحاد الوطني لكرة القدم الإسباني لويس فورتيس. سوف يستفيد منها عدد من المدربين الشباب.
السيد نونو الرسول أحد المواطنين المشاركين في الدورة عبر عن أهميتها في تزويد المدربين الشباب بآخر المستجدات في مجال التأطير والتدريب. تكوين مفيد باللي احنا كنا نباشروا العمل معاش من الفئات السنيه ما نعرفوا طريقه نظام تاهيلهم شنو، وفي الدوره فهمنا ياسر من الامور اللي ما كنا نعرفوها، المراحل اللي الله ياخذوا ليها تركة اللي احنا ما كانت عندنا كنا نعدلو عشوائيه ودرك عندنا نعدلو مبرمجه. كما ان الدوره يقودها والله قدمها خبير دولي جامع عن طريق الفيفا اللي هو جمال الحرش، مع أننا نقرأه شيء نظري أهم اللي فيه أننا ذلي نقرأه نظري مباشرة نطبقه لأرضية الملعب نطبقه، وذاك هو قاعد زين شيء قدر قاعد يتم دائما محافظ على التمارين به اللي يعدلوا للفئات السنية من عند 6 سنوات إلى 12 سنة. نهاية نشاط الرياضة، شكرا لمتابعتكم، بعد قليل تلتقون أحمد الحسن. نهاية النشرة، إلى العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس. رئيس الجمهورية يستقبل كلا من قادة أحزاب المعارضة المحاورة وكتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا المشاركة في الحوار الوطني الشامل. المكسوط تحتضن أشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يضم خبراء من الجانبين. نهاية النشرة، بأمان الله.